دمنا واحد. دمنا عرب بالنهاية. عرب بالنهاية. عرب. اللي جمعكم ايه؟ اللي جمعنا المرجلة والطيب اللي بدر من اخوي فارس. فهذه مسيرة حياتية راح اعلمها عيالي. عيالي يخون عيالي. غير هالكلام ما قصة التعارف حنا مثل ما تعرف يعني مبين من وجهه سمح. الخوة اللي ما توديك للمضرة يعني يعلمك الغلط. الرجال لابد يغلط يعلمك اذا غلطت ان انت سويت غلط. فانا افتخر بقوة ابو جمال. التعلم الخطأ اللي انت خطيته. سويت غلط وجاء نصحني ومنعني من الشيء اللي انا سويته. مواقف. مواقف يعني بس موقف واحد اللي قدرنا يعني يبعدني عنه. خصمته بعد كم مرة؟ خصمته بعد كم مرة؟ واجد. بس ها في طبع وفيني طبع. ان لا شدينا بالكلام ما حد يرتخي. لازم. يعني اذا صار شيء بذي الكلام لازم واحد فينا يرتخي. يهديها عشان ما نخسر بعض. احنا بالنهاية اصحاب. ونتابع مباراة سعودية اليوم وتجمعنا العروبة مثل ما جمعتنا العروبة بالخوة جمعتنا العروبة بالمباراة. اي نعم. المباراة شيء ثاني. انا يا جماعة فارس ثاني مرة اتابع معاه مباراة سعودية ونخسر. المباراة بولندا وسعودية جاء وياي وخسرنا والحين خسرنا. ففي في انه الموضوع لابد من الخسارة يعني. ولكن ما قصر المنتخب السعودي بالمباراة اللي طافت. وبإذن الله بإذن الله إن فيها قلبة سعودية راح تغلب المكسيك. لأن العرب كلهم بإذن الله العرب كلهم ويا السعودية. مثل ما شفت مباراة الأرجنتين والسعودية شلون العرب وقفوا وقفة عز وظهروا العروبة اللي فيهم والنخوة. فبإذن الله فيها قلبة مو عشان الكاس عشان العرب كافة. صحيح. أظهرت العروبة دمها ومعادنها وقلبها النوية العرب. فوقت الرخاء وقت السهولة على قولتهم عادي الكلام. وقت الشدايد شفت إخواننا العرب فلسطين بسوريا بمصر بالأردن وقفوا وقفة يعني عز وشموخ. اي هذا صح. مواقف على سبيل المثال. على سبيل المثال لا دشيت مكان ما يفشلني يعني. لا أنا مشيت وياه أرفع راسي. الناس تقولوا نعم ما تقول يعني ما الخوي ما عليك زود يا أبو سبيل. إذا خويك طيب أنت طيب. إذا خويك ردي أنت ردي. أنا صحيح. أفتخر بخوته. لا دشيت مكان الناس تقولوا نعم هذا شيء كبير. لي والله وتشرف الله يرضى عليك. أنا معك وصلت كل اليوم أبو جمال. أنا اللي دافع لحسن. أنت العازم. إيه نعم. من العش على مين اليوم؟ العالي أنا. من لح عادف ما يخليه. من لح عادف من عمال يدفع تذاكر ويدفع كذاب كذاب. المطعم علي. لا ما تبعنا طلبات. لا ما تبعنا بس بنشوف إن شاء الله من يدفع. Thank you.